في أخبار الفن، عاشت العاصمة الرباط مساء اليوم على إيقاع ليلة الأروقة التي تحتفي بالإبداع التشكيلي بحضور نخبة من الفنانين التشكيليين المغاربة، عبد الرحيم الشيخي وعبد الرحيم فيلول، وجولة في عدد من أروقة هذه التظاهرة. عبد الحق رزيمة ومباشرة اللوحة أمام أعين الناس يحتفل بحدث تاريخي المسيرة الخضراء، ثم يخرجه في لوحة تيره الناس. هذا استهلال لعملية عيون جريئة في النظر في الأسئلة، لوحات بتقنية عالية أتتت ليلة الأروقة بالبحث عن الوضوح. هذاك الوضوح اللي لاحظته في اللوحات ديالي فهو مقصود. هو فين كتشوف لوحة، كتشوف لوحة تاع طفل مثلا، طفل شارد نظرته كيشوف البعد، يعني كتحكي لك بزاف تاع الاشياء. هو الوضوح في الاول كتشوف اللوحه كتجلبك، لكن منين كتعامل معها كتكتشف اشياء اخرى، وهو ما وراء ذاك البورتري. تقليد ثقافي ليله الاروقه، تعبير عن وضع تشكيلي متقدم وجيل يبزغ كل سنه. الفن التشكيلي اليوم وصل في واحد المرتبه لا يحسد عليها بالنسبه للمغرب ولا خارج المغرب. الفنانة بالكهية، الفنان التشكيلي المعروف ولا المرحوم الغرباوي الشرحاوي بحمود البياد، بزاف من الاسماء، ولكن من هاد الشباب الناضجين عندهم انتم تشوفوا يعني. ليلة الأروقة مسار ثقافي تفتح فيه الرباط أبواب كل الفضاءات كي يرى الناس ما فعله التشكيليون في سنة مضت من عمرهم.